طلعت من مدينة معرة النعمان تحت القصف الشديد اللي اجانا من بشار والعصابة الأسدية. وهذا الشيء اللي خلاني اطلع بشوف شو في اللحم قدامي على جواريني، بيتي انهد ما ضل منه شيء، يعني ما بقى بامكاننا نعيش خالص، اطفال عندي ما بقى بنحسب نكمل حياتنا خالص. الاحياء السكنيه كلها انقصفت، المعره صارت على الارض، وما ضل يعني ما ضل حجر على حجر، يعني الروسي هلكنا، الطيران الروسي هلكنا بالقصف، هو والنظام، النظام شرد العباد كلياتها، يعني معاناة صعبة بكل معنى الكلمة. هالتهجير هذا يعني صعب على كل الناس، ويعني شو مثل ما انك شايف اخوي حركة نزوح شيء مو بالعقل، لان ما ضل العالم تقدر تقعد تحت هذا القصف ذبحنا هلكنا.